اسمي وحيد برغوثي، عمري 24 سنة. اشتغلت قبل هيك في توت كور مع واتويت واتبس دوت كوم، وبعد هيك انتقلت رحت على البي بي سي على لبنان، اشتغلت معهم في ويب سايت اسمه شنكبوت. بعد هيك قررت ارجع هون على البلد ابلش شغل على المشروع تبعي يعني. بس كان عندي موضوع انه انا عم بفكر كل يوم كيف بدي افكر، يعني انا كل يوم عم بفكر كيف افكر، فهمت كيف؟ يعني مش عم بقدر الاقي فكره لاني مش عم بعرف افكر. عم بفكر كيف افكر، فهمت كيف؟ فضليتني افكر كيف افكر لحديت لا مش بالفكره، باي فكره يعني بدي احصر حالي انه وين افكر عشان اقدر افكر في فكره. داكوك هو احسن واسرع طريقه انك تخلي الويب سايت تبعك يترجم لعده لغات، يعني بصير يبين اللي بيدخل من الصين بيشوفوا الويب سايت تبعك لو كان اساسه عربي بيقدر يشوفه بالصيني كانه هو بالصين، يعني بيقدر يحس انه هو صيني الموقع، ما بحس انه هو عربي الاصل، فهمت كيف؟ هلا شيء زيها ما لقيت وورلد وايد، ما لقيت شيء زيها، بس لقيت في فيسبوك مطبقين كونسبت من الكونسبتس اللي انا مطبقهم للترانزليشن اللي هو اسمه كراود سورسينج ترانزليشن. الكراود سورسينج فيسبوك هلا اذا بتلاحظ فيسبوك ترجم لكل لغات العالم بشكل سريع وبشكل اكوريت، فهمت كيف؟ كيف ترجموه حسب يعني اليوزرز عم بدخلوا عم بيعملوا ترانزليشنز. فاتفاجأت انه هذا الاشي موجود بس مش معمول للويب سايتس التانيين، يعني الويب سايتس التانيين بحاجه لهذا الاشي ينعمل لكل واحد عنده. داكوك بترجم تقريبا من هلا يعني وير امبروفينج، هو عم بترجم هلا 60 لغه، ان شاء الله انه بتحسن اكثر ويصير عدد اللغات اكثر، حتى بدنا نصير انه نسمح للناس يدخلوا لغات، يعني انت عندك لغه براسك حاب تضيفها وتترجم لها ضيف انت لغتك، فهمت كيف؟ لايك عربيزي مثلا اللي هي عين وثلاثه وحاء وكذا ممكن انك تضيفها انت كلغه. يعني انا كيف عم بترجم والله كل هاللغات، يعني وين بعرف، ما عنديش علم في كل اللغات انا، بس عم بستخدم اذا شيء موجود واي تو ري انفنت ذا ويل، فهمت كيف؟ يعني شيء اوريدي موجود عندك، طب انا بستخدمه عشان احسنه، فهمت كيف؟ فاستخدمت جوجل ترانزليشن اي بي ايز. في عند جوجل ايش اسمه جوجل ترانزليت، جوجل ترانزليت تعطيك ترجم من اي لغه لاي لغه، اوكي؟ بس مشكلتها انه يو كانت اديت ات، يو كانت كنترول ات، يو كانت اساين ترانزليتر تو ترانزليت ات، تقدرش تسوي فيها شيء. فاستخدمت هاي الترانزليشنز تو فيد ماي اون انجن على اساس انه اغذيه في الكلمات، بصير الانجن تبعي ليتر اون ببطل انا استخدم اي اوت سورس انجن، بصير استخدم الانجن تبعي عشان يترجم لي. ديفلوبمنت اخذت تقريبا سنه، ديفلوبمنت لانه عم بشتغل عليه لحالي، كنت بدايه عم بشتغل عليه لحالي، يعني قعدت تقريبا فتره 8 شهور اشتغل عليه لحالي، واخر 4 شهور دخل معي شاب صاحبي اسمه فيصل دجاني ساعدني فيه يعني بالديفلوبمنت. انا عم بشتغل روبي اون ريلز، عم بشتغل ديفلوبمنت روبي اون ريلز وداتابيس مونجو دي بي، ايش اسمه مونجو دي بي. في الديزاين ساعدني وليد قطينه صاحبنا برضه، وفي كمان شاب صاحبي اسمه كريم عرفات. كيف اجى الاسم؟ عم بتطلع في غيمه من هالغيوم فلقيتها شكل بطه، فهمت كيف؟ هي ذا كواك، كواك هو صوت البطه، كواك لها علاقه بابن بطوطه، هو الـ يعني انا استمتعت كثير انه ابن بطوطه لف كثير بلاد وهيك، فهمت كيف؟ فابن بطوطه والدك نفسها كلوجو حسيت في بيناتهم ريليشن از ابن بطوطه وبطه، فهمت كيف؟ اول ما عملت لونش صار في بز منيحه يعني في الريجن، يعني صار في بز منيحه وطلع لبرا كثير، يعني طلع لاكثر ناس عم بيستخدموني هلا في الوقت الحالي اسبانيا، من اسبانيا كلهم يعني العرب للاسف مش عم بيستخدموني فالاسبان عم بيستخدموني، ويعني ام براود اوف ات بصراحه، يعني انه مشان الله استخدموني يا عرب.